او فكنت. برافو عليك ده. وكمان في المباراه كنت بدور على الكلمه اقولها فكنت في السنغال، واحنا بنلعب السنغال في الماتشين بتوع النوك اوت بتوع كاس العالم، احنا تقدمنا في بدري ثم الماتش السنغال رجعت علينا وتعادلت. ماتشات كتير جدا في السنين اللي فاتت في الجيل ده الحقيقه، ودي مشكله عند الجيل ده واضحه جدا، ان انت لما بتتقدم في النتيجه ما بتقدر بدري ما بتقدرش تحافظ. ده انا اظن ان له علاقه شويه بشخصيه اللعيب. جايز يكون ان اللعيبه دي اعتادت اللعب بدون جمهور لفترات طويله، فمع الضغط لما بتلعب بره ارضك بالذات اللعيبه بتفك شويه او بتتوتر شويه، ما اعرفش، لكن ده واضح في اكتر من نتيجه في السنين اللي فاتت. تمام. اللي حصل في ماتش موزمبيق انا بشوف ان هو في حاله فككان شويه، وفي حاله من مش عايز اقول من الاستعلاء او من الغرور، بس احنا رايحين ومعظمنا اللعيبه عندها الاحساس ده، واحنا عندنا الاحساس ده ان احنا لاول مره من سنين كتير يبقى عندنا قايمه شبه متكامله او متكامله كمان، وقادرين ان احنا نروح ناخد البطوله. فالاحساس ده واضح ان هو واصل للعيبه، ولما نزلوا وسجلوا جون بدري فالاحساس ده زاد. الاعلانات الكتير الماتش خلص فالماتش خلص، يعني جبنا جون في اول دقيقه فخلاص الماتش. المباراه بالنسبه للعيبه انا حسيت في الملعب ان المباراه انتهت. احساسك الداخلي وبنوصل وبنضيع، مضيعين 3-4 اجوان في الشوط الاولاني. اللي حصل في الشوط الثاني هو الكارثه كلها. يعني احنا اللي انا افهمه ان احنا اتقدمنا 1-0 في الشوط الاولاني وضيعنا كتير، المفروض ان كان المدير الفني يشدد تماما ان احنا هننزل بقوه في الشوط الثاني، لازم نسجل عشان تبقى المباراه فعلا انتهت. احنا نزلنا بحاله من الفككان غريبه وحاله من لا تركيز، فاستقبلنا هدفين بشكل ساذج ويعني يضحك الحقيقه، ثم مفيش رده فعل. فحاله من الفككان غريبه جدا، وهنتكلم ومع الكباتن ومع الاساتذه ازاي الشكل كان وحش قوي، بدءا من التشكيل زي ما قال كابتن محمد، في التشكيل فيه اخطاء كبيره جدا، ومرورا بالتعامل مع المباراه والتغييرات. يعني عشان انا عايز اتكلم بشكل عام برضو، عشان انا عندي نتائج المباريات هذا